بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع تاني يا جماعة ونستكمل ما بقي من المحاضرة، وهو جزء بسيط جدا. كنا واقفين عند الفاكتور اوف سيفتي المعبر عن الفيرست سايكل ييلدنج، وقلنا اذا طلع اكبر من الواحد بنكمل، ويبقى الهدف هو ان احنا نتعرف على العمر المتوقع للعمود قبل ان ينهار من خلال نظريات الانهيار الديناميكية. تعال بينا نشوف الفتيك فيلير ثيوريز. هنتعامل مع مين؟ هنتعامل مع أربع نظريات: سودربيرغ وموديفايد جودمان وجيربر وأزمي إليبتيك. تعال بينا نشوف إن إحنا هنجيب إيه. هنجيب سيجما إف، يعني كل نظرية بتتوقع شكل للإجهاد الواقع على العمود بناء على حسبة واعتبار خاص بكل نظرية. طيب بعد لما بنجيب السيجما اف، كمان لكل نظرية معامل امان متوقع اللي هو فاكتور اوف سيفتي بس بيزد اون فاتيج. هنشوف، تعالى بينا نروح نبتدي حاجة حاجة. دي العلاقات الحاكمة، ادي الفاتيج ستريس بيزد اون سودربيرغ، والفاكتور اوف سيفتي اوف ذا فاتيج بيزد اون سودربيرغ. لما تحسب كل الارقام دي موجوده عندنا، ده عباره عن الامبليتيود كومبايند، وده الميد رينج كومبايند، وده اليلد سترينث، كل المعلومات دي عندنا، وده الانديورنس اللي هو بتاع مارين مش بتاع مور، تامور عليه داش. يبقى من هنا بنحسب السيجما اف، بص على الرقم شويه، 79 والمعامل هنا 1.44%. نخش على النظرية اللي بعديه، نلاقي في اختلاف، المعامل الأمان بدأ يزيد، وتعالى بينا نبص كده، ده 79 ده 76، يعني سيجما اف بتقل ومعامل الأمان بيزيد. وادي العلاقات الحاكمة، الفرق كان من هناك من سودربيرغ الموديفايد جودمان، هنا سيجما ييلد عند موديفايد جودمان ألتيميت، وهكذا. يعني تلاقي في اختلافات وجهات نظر في العمليات التطبيقية. وبعد كده جيربر حط وجهة نظر أخرى، والسيجما اف زي ما انت شايف أيضا عمالة بتقل على حساب ان الفاكتور اوف سيفتي بيزد اون ذا فاتيك كريتيريا عمال يزيد، وهكذا. فأصبح عندي دلوقتي أربع وجهات نظر لأربع علماء، كل عالم بيقول أن العمر الافتراضي للعمود سيكون مختلف. كيف يتم حسابه؟ يتم حساب العمر الافتراضي للعمود من خلال الحسبة التالية. هذه العلاقة اللي أنا بحسب منها هتلاحظ إن فيها إيه؟ فيها قيمة سيجما إف. يبقى أنا بدلا ما أحسب للأربع نظريات العمر الافتراضي، طب ما انا اشوف النظرية اللي فيها سيجما اف كانت اكبر ما يكون ومعامل الامان اقل ما يكون، تبقى هي يبقى from previous step the minimum lifetime goes with minimum fatigue factor of safety value and maximum fatigue stress value، وده سودربيرغ ثيوري هي اللي بتحقق هذا الشرط في هذه الحسبة. وبالتالي هتبنى الحساب بناء على سيجما اف بتاعت سودربيرغ. بالتعويض نمشي كده بالخطوات، انا عندي A و B، ده معادلة الـ A، الـ F ده كونستانت بدلالة الـ Ultimate Tensile Strength من فيجر 6-18، ودي سيجما Ultimate اللي هي 470، ودوت اللي هي بتاعت مور اللي هي نص السيجما Ultimate. هتحصل على قيمة الـ A بالشكل ده، وقيمة الـ B عبارة عن هذه العلاقة، هتحصل على قيمة الـ B، الـ B محطوطة واحد على B as exponent for the sigma F divided by A، هتحصل على M. M دي ايه؟ number of cycle، يعني بيقول لك العمود سينهار بعد لما يلف، يقعد يلف كده كام؟ 10^11 لفة مضروبة في 3. طالما شفت الرقم ده أكبر من 10^6، يبقى يقينا ده infinite life، يقينا ده infinite life، يعني وده أقل نظرية
بتتكلم على عمر العمود، يعني لو خدت نظريات الاخرى هتلاقي العمر اكبر. ده احسب العمر في العلاقه الرياضيه، ان العمر بتاع العمود هيساوي ان على ان كابيتال اللي هي نمبر اوف سايكل على ان سمول اللي هي نمبر اوف ريفوليوشن، ولكن عايزين نعمل ضبط لعمليات الوحدات. فالان دلوقتي اللي هي 1000 لفه اوعى تاخدها 2000، ليه 1000؟ يعني بتكلم على عمود رقم 2 اللي هو بيلف ب 1000 لفه في الدقيقه، مش الانبوت اللي بيلف ب 2000. هضربه في 60 علشان اخلي الوحده بالساعات اللي هي ريفوليوشن بالمينت في 60 تبقى كانها ساعات، اضربها في 24 تبقى كانها بالايام طبعا، لان طبعا وحده الزمن في المقام، مقام المقام. فانا بضرب في هنا في البسط بتاع المقام على اساس ان هي موجوده في المقام زي ما انت شايف. فانا بقسم، يعني انا المفروض ان انا اقسم الدقائق على 60 عشان تديني ساعه، بس الدقائق موجوده في المقام بتاع المقام، واخد بالك؟ فيبقى انا كان انا دلوقتي بضرب ايه في الريفوليوشن، يعني بضرب 1000 في 60 في 24 في 365 احصل عليها بالسنوات، احط هنا النمبر اوف سايكل على الحسبه ديت، هيطلع لي زي ما قلت لك انفنت لايف طلع 674 سنه. طبعا دي ارقام زي ما قلت لك البريكوشنز اللي احنا خدناه في الكونستراكشن بتاع الشافت، ان احنا خدنا الدايمتر اللي طلع لي من تريسكا، ما خدتوش عند الماكسيمم بيندنج وبنيت الشافت من هذه النقطة، لا أنا خدته عند أقل قيمة لقطر الشافت، بحيث إن القيمة اللي طلعت عند الماكسيمم بيندنج اللي كانت اتحسبت بخمسين، لا ده طلعت أكبر، وصلت كام؟ وصلت 55 أو وصلت رقم أكبر كمان من كده لو أنت حبيت تستخدم 1.2 مثلا. يبقى بالطريقة ديت أنت ضمنت أنك تحل المسألة للنهاية وتطلع أرقام إيجابية، ولا تضطر انك ترجع من الخطوه بتاعه ال NY اللي هي التشيك فور ذا فيرست سايكل ييلدنج، تضطر ترجع تاني وتغير في الدايمتر اوف ذا شافت والكونستراكشن. وبكده نكون انهينا المحاضرات بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله ان انتم توفقوا. المرحله اللي فاتت دي كانت مرحله رفع المحاضرات على اليوتيوب، هتنزل لك نفس المحاضرات ديت PDF على البلاك بورد، وبإذن الله تعالى من الأسبوع القادم الأسبوع الـ12 ستكون هناك محاضرات ومواعيد للتواصل المباشر مع الطلاب بإذن الله تعالى، معاكم بإذن الله تعالى نتواصل، وهتبقى مواعيد كثيرة جدا سأعلن عن جدولها في بداية الأسبوع الـ12. دمتم في صحة وعافية وفي أمان الله، ونراكم على كل خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.